حياكم الله. ابتزاز وتهديد يتبعها دفع مبالغ مالية فقط لأن الجاني استطاع اختراق ملفات شخصية لإحدى الفتيات. الغريب في الأمر أن جزءا كبيرا من الضحايا لا يلجأن إلى القانون لأسباب اجتماعية. اليوم نبحث في مفهوم العنف الإلكتروني خصوصا تجاه المرأة والطفل. ما هي أسبابه؟ ما الدافع النفسي لارتكاب مثل هذا النوع من العنف؟ هل تغير نمط العنف من واقعي إلى إلكتروني؟ وما هو تعريف العنف الإلكتروني بالأصل؟ هل العقوبات رادعة؟ ما هو الأثر النفسي الاجتماعي الذي يقع على عاتق الضحية؟ أستمع لإجابات عن هذه الأسئلة وغيرها، لكن أبدأ بنتائج دراسة أطلقتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة العام الماضي، حيث قالت أن العنف الإلكتروني هو الأكثر شيوعاً نظراً لانتشاره وسهولة استخدام التكنولوجيا. تظهر النتائج ما يلي: 63.1% من المستجيبات تعرضن إلى عنف وتنمر إلكتروني، 90.4% منها عنف نفسي ومعنوي، 69.2% إيذاء لفظي. بحسب المجلس القضائي الأردني، بلغت القضايا الإلكترونية الواردة لمحاكم الأردن خلال السنوات الأربع الماضية 16,760 قضية، ارتكبها 20,259 شخصا. هذه الأرقام لها دلالات، لها قرارات، أناقشها مع ضيفتي. أبدأ برئيسة قسم الإرشاد النفسي في جامعة فيلادلفيا الدكتورة لينا عاشور. مساء الخير. مساء الخير، يعطيك العافية. وأهلا بالأستاذة المحامية لين خياط. أهلا وسهلا، مساء النور. صوت المملكة بدأ، أهلا بكم. أهلا بكم من جديد، واسمحوا لي أن أجدد الترحاب بضيفتي. مع حفظ الألقاب سأبدأ اللقاء وأبدأ معك كيري. ما هو العنف الإلكتروني؟ طيب شكرا سيد عامر. أول شيء خلينا نحكي أنه مفهوم العنف لما توجه إلى الإلكتروني اختلف. كويس. العنف السائد والشائع مع تعريفه هو العنف الذي يتم بأداة مادية. كويس. بيكون الشخص قبالك ومن ثم تؤدي إلى ضربه أو إيذائه. العنف الإلكتروني هو إكراه الشخص على أن يقع عليه فعل دون إرادته وغير قادر على صده. يعني كويس. زي لما الشخص بتعرض للضربة هو لا يستطيع صد هذه الضربة وأثرها، الشخص على الموقع الإلكتروني يتعرض إلى فعل إكراه يجبره على نتيجة معينة وهو غير قادر، معطلة إرادته عن صده. التعليق عنف إلكتروني؟ قد يكون عنفا إلكترونيا. قد أو لا، التعليق إيذاء إلكتروني أكثر من العنف الإلكتروني. كيف؟ عارفين الإيذاء الإلكتروني 100%. بما أنه قلتي لي العنف الإلكتروني هو إكراه الشخص على أن يقع عليه فعل دون إرادته أو غير قادر على صده، هذا هو العنف الإلكتروني، والذي يختلف في تعريفه عن العنف في المجتمع اللي احنا بنعرفه. 100%. لكن هناك شيء آخر الآن طلعتي لي اللي هو الإيذاء الإلكتروني. ما هو الإيذاء الإلكتروني؟ الإيذاء الإلكتروني زي لما بيكون في شخص حاطت رأيه في مسألة معينة. ماشي. وأنا آسف على التعبير دائما. ماشي. باجي بعلق بقول له والله إنك ما بتفهم شيء، روح اقرا قبل ما تيجي تحكي معي. ايه يا ريت كل تعليقاتك مثلا. انا كنت بدي احكي والله انك حمار. طيب ماشي، اذا هذا إيذاء. هذا بنصفي، عم ننتقل لتعطيل ارادته لتسبيب ايذاء نفسي له. العنف بيشتمل التنتين، تعطيل الاراده والتسبب الايذاء النفسي. الايذاء يشتمل على الايذاء النفسي للشخص من خلال التعليق، من خلال اما التنمر عليه او شتمه او التشهير به. حتى ويصلح ان يكون الايذاء بطريقه غير مباشره، صح، بالايحاء طبعا، حتى بالتعليق طبعا. طبعا يعني ممكن مثلا بدل ما اعلق احط له صوره
تمام؟ هذه الصورة مثلاً من الصور الشائعة، ماشي. شخص بيرفع بيرفع ببين غياراته الداخلية، بيرفع فستانه أو بيرفع بنطلونه أو بنزل بنطلونه، ماشي. تمام؟ هذا أنا عم بعطيه إيحاء إنه يا إما أنا غير مبالي، يا إما أنا آسف على التعبير اللي بتصفي اللي بتحكيه، وبالتالي بصفي أنا عم بأذيه إلكترونياً. يا أنا لك كويس. العنف والإذهاب، بدك تقولي لي شو موجودات وين بالتشريع اليوم، التشريع الأردني تمام وين موجود؟ وأنت لما تحدث عن عنف وإيذاء، إحنا الآن ما منخصص هذا للمرأة فقط، هو طبعاً. عنف وإيذاء للجميع، للجميع كويس طبعا. طيب السؤال اليوم، بتتابع تيك توك؟ أنا ما عندي الابليكيشن هذا. كويس، تيك توك، انستغرام، انستغرام فضايع. بتشوفي شيء بحياتك لا تعتقدي أو تتوقعي بأنه موجود يعني في مجتمعنا على أقل تقدير، ماشي؟ طيب السؤال، شو واحد يطالع على التيك توك بعرف شو بتحكي؟ نقطة. وأنا بدي أحكي واقع، أو إنها لابسة لبس، هذا اللبس بديش يعني مش غير مناسب، شكرا. أيوة ساعديني بهاي المصطلح، حاضر معاك، وهذا اللبس غير مناسب. وبيجي مجموعة من الناس بتتعلق عليها وبيعلقوا عليها بما يقع عليه بالتشريع إيذاء أو عنف. طب هي شو دورها؟ لماذا وصلت إلى هذه المرحلة؟ هل فعلا حبا باللايكات وبالشير وكبسوا كبسوا شباب؟ تفضل. يعطيك العافية، يعافيك دكتور. يعني أثرت نقطة كتير مهمة. هلأ إحنا عم نحكي على طرفين مش على طرف واحد، صحيح. الشخص اللي بتعرض للإيذاء أو التعنيف الإلكتروني، وعلى الشخص اللي قام بذلك، ماشي. هلا احنا اذا بدنا يعني اذا بدي اساعد الاستاذه واقول على كيف احنا بنفهم الايذاء وكيف بنفهم العنف، العنف عندما يكون هناك قصد وعندما يتضرر الشخص المقابل. هدول التنتين بحد ذاتهم هم تعريف كبير ومهم جدا، وخصوصا انه يكون من خلال الوسائل الالكترونيه بشكل كويس. او باخر، ماشي. هلا القانون اكيد بحمي الشخص بأنه يستطيع أن يعبر عن نفسه بالطريقة التي يرغب بها، يتوقف هذه الحرية عندما تبدأ حرية الآخر كويس. وعندما يبدأ إيذاء الآخر. ماشي. هلأ إذا أنت إحنا بدنا نقول شخص سيدة ملابسها غير مناسبة، تعبيراتها غير مناسبة، إذا كانت أساءت للمجتمع أو للفرد بشكل أو بآخر تصبح هي الشخص الذي يقوم بهذا العنف. هلأ إذا تم برضو شتمها أو الإساءة لها، أيضا هذا منهجية أخرى من العنف. هلأ العنف يولد عنف، الإيذاء يولد إيذاء، ربما طبعا إحنا ما بننكر ذلك، وأثره النفسي سيء جدا وأسبابه متعددة وهلأ بنذكرها كلها، ماشي كويس. لكن في نفس الوقت إحنا إذا بدنا نضبط المنظومة كاملة. إحنا في الحقيقة بعتقد أنه حاليا صار في تحديث للقوانين، بحيث صار في ضبط لما يستطيع الشخص أن يعبر به عن نفسه حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي. قانون جرائم إلكترونية، بس يعني شو بدهم يلحقوا تا يلحقوا؟ مزبوط، بس بلحقوا. يعني صار هناك سقف للحرية حتى في التعبير عن النفس، وحتى نفس الابليكيشنز المختلفة تحظر كثير من الصور إذا شعرت أنها غير لائقة. فبالتالي هناك أكثر من جهة عم بتقرر نوعية المحتوى الذي يقدم وما هو. أما إذا بدنا نحكي بالناحية النفسية ونقول هل هذا كله نوع من أنواع العنف، عندما تقصد إيذاء الآخر وعندما النية تكون موجودة أو الآخر يتم إيذاؤه، إحنا بنقول هناك شكل من أشكال العنف، خصوصا إذا كان مكرر. يعني مكرر. كلما تكرر فإحنا منأكد على كويس. وجود النية، ماشي. بشكل أو بآخر. تشريعاتنا وين اليوم مالين؟ إحنا تشريعاتنا عندنا تشريعين، ماشي. التشريع الأصل، التشريع الأم، هو قانون العقوبات الأردني، ماشي. قانون العقوبات الأردني عندنا المادة 181 182 183 و184 من قانون العقوبات، ماشي. لها علاقة بالشتم والذم والقدح والتحقير، ماشي. عندنا المادة 415 و415 مكرر، اللي تم تعديلها آخر تعديل في 2022، نعم. لها علاقة بضروب الابتزاز وغيره. وعندنا دائما المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية. قانون الجرائم الإلكترونية أيضا فيه المادة 5 وفيه المادة 10. كل واحدة من هذول المادة 11 شغالة ولا بعدها؟ المادة 11 ما زالت تعمل الآن، يعني شغالة فاعلة، ولكن أنا اللي بقوله هيك، إحنا بنبدأ في قانون العقوبات على أساس أنه هو القانون الموضوعي
الذي يعرف الأركان أركان الجريمة، فعل مادي وركن معنوي ونتيجة. ماشي. المادة 11 والمادة 5 والمادة 10 هي التي تتحدث عن الوسيلة الإلكترونية التي يتم استخدامها، وهي التي تحدد العقوبة. يعني العقوبة في قانون العقوبات إجت على العادي. ماشي. الإلكتروني مادة. الإلكتروني المادة 11 وكل مادة فيهم عدلت العقوبة ورفعتها. كويس. تمام. والآن لما بيكون في عندي عقوبة أشد في أي من هدول التشريعين يؤخذ بالعقوبة الأشد. بالعقوبة الأشد. بالعقوبة الأشد. شو العقوبة؟ العنف أو الإيذاء؟ الإلكتروني. لما بنحكي عن العنف أو الإيذاء الإلكتروني فإحنا عم نحكي من سنة إلى سنتين حسب مقتضى الحال. يعني إذا عندي مثال. إذا أعطيني مثال. يعني اليوم طلع شخصية محددة، خلنا نأخذ نتحدث عن السيدات، سيدة مشهورة الناس بتعرفها، شو محتواها؟ إحنا ما بنعرف شو محتواها، كل يوم تطلع لك بشكل فرضا تصل وراح لين ماشي، علقت تعليق، القاضي قال بأنه هذا يعد عنف إلكتروني أو إيذاء إلكتروني. تصل العقوبة. إحنا لما بنحدده بنحدده على الأركان اللي موجودة عندنا، إما بنقول هذا شتم أو تحقير أو قدح، قد تصل العقوبة إلى سنتين. سنتين. سنتين، لأنه إحنا بنحقق فيها من خلال المدعي العام لتحديد المراكز القانونية. وهي ما بيكون عليها عقوبة حتى لو كان محتوى يعني أقول لك الشام. أي والله في شغلات بتشوفيها على السوشيال ميديا، يعني أغلب ناس بيقول لك لا حول ولا قوة. طيب خليني أحكي وبطلع لك عنها. خليني أحكي لك شغلة. يعني معقول إحنا وصلنا بالمجتمع اليوم في بعض الفئات بيستخدم لي أفراد عائلته بيطلعوا بيحكوا على التيك توك أو على غيره من أجل كسب مال؟ طيب يعني خليني أحكي لك شغلة. وين عرفنا؟ وين عاداتنا؟ وين تقاليدنا؟ خليني أحكي لك شغلة سيد عامر. إحنا في القانون نأخذ في مسألتين مهمتين. أولاً لما بكون بحكي عن شتم أو قدح أو تحقير لا يجوز لي إثبات الفعل الذي أدى إلى ارتكاب الجريمة. آه ها. كويس. تمام. أنا باجي بحاسب. كويس. هاي النقطة ممتازة. أنا باجي بحاسب الشخص اللي أعطى محتوى إلكتروني على أي تطبيق من أو أي موقع من المواقع الإلكترونية، شكل خرقا للحياة الخاصة، شكل عرضا فعلا منافيا للحياة، بحاسبه لحاله كمشتكى عليه. لما بيجيني مشتكي على شخص قام بإيذائه من خلال تعليق عليك، مش بقول لك انا صاحب المحتوى، هي حريتي الشخصية وما حدا له علاقة فيه، اللي مش عاجبه ما يحضرني. اذا لم يكن هناك جريمة، اذا لم يكن هناك فعل مجرم، فالشخص حر شو ينشر. ولكن اذا دخل النشر الخاص به ضمن أفعال التجريم موضوعنا بيختلف. بدي أجي على التجريم، بس شو الفرق اليوم بين العنف الإلكتروني والتحرش الإلكتروني؟ بتداخله. العنف هو المظلة الأكبر. العنف بيشمل تحرش، بيشمل إذا لفظي جنسي، بيشمل ستوكينج أو الملاحقة. فهي مجموعة التحرش بيشمل مجموعة. العنف هي المظلة الأكبر ويقع تحتها مجموعة كبيرة من التصنيفات. لكن اللي تحدثت فيه الأستاذة واللي عم تتحدث فيه إشي كتير مهم. إحنا عندنا خلل في المنظومة بشكل عام الأخلاقية والتربوية والمتابعة، بحيث إنه أصبح الأطفال في كل الأعمار والأشخاص بكل الخلفيات كل اللي بيحتاجوه هو عبارة عن جهاز الموبايل وعليه الكاميرا ليقدموا ما يريدون تقديمه. هلأ ما هي وبالتالي. وأيضا عدم وجود متابعة من الأهل لما يراه أبنائهم ولما يراه هؤلاء الأشخاص وما يقدمونه أحيانا، بيؤدي قاعد لحدوث مشكلات قد تصل لمرحلة العنف أو الإساءة عند الأشخاص بشكل أو بآخر. فهذه مشكلة بحد ذاتها موجودة وبحاجة لتسليط الضوء عليها وبحاجة العمل عليها في المدارس وفي المؤسسات وفي الأسر. رقم واحد الأسر. ماشي. أما لما بدنا نحكي على إحنا عندنا برضو المشكلة الأخرى إنه إحنا ما بنعرفش وين نوقف. يعني لا نعرف أين نقف وأين تبدأ حرية الآخر، ولا نعتقد في أغلب الأحيان الشخص الذي يقوم بالفعل العنيف أو بالسلوك اللي فيه إيذاء للآخر يبرر ذلك بأنه يلوم ما سمي بالضحية أو الشخص الذي قام عليه الفعل. إنه هو اللي عمل هيك، هو اللي تسبب بذلك، هو يستحق. ف
فهو مقتنع تماما انه هذا الشخص هو يستحق ما تم تجاهه من عنف او ايذاء او ملاحقه، وخصوصا لما تكون نساء من السهل جدا انك تلقي اللوم على المراه لانها قامت بكذا او كذا. هلا في كثير من الاحيان مزبوط بيكون في محتويات غير مناسبه، لكن في كثير من الاحيان بتم الاتي: بتم الاستيلاء على مواقع لاشخاص معينين، بتم استخدام صورهم وتغيير الجسم صحيح على الوجه، بيصير باستخدام هاي الصور لغايات يعني ابدا مش اباحيه، حتى ملاحقه عن طريق الهاتف بارسال رسائل، وهذا كلنا تعرضنا لها بما فيهم انا، وما بعتقد انه في سيده ما تعرضت لها، انه بيصير مرحبا اهلين والى اخره. فبالتالي هذا شكل من اشكال العنف، اي فعل وقع علي من غير رغبة مني وتسبب بإيذاء نفسي أو معنوي لإلي أو جسدي أو غيره يعتبر شكل من أشكال العنف وغير مقبول نهائيا، وتقف حرية الآخر مهما كنت ما قمت به عند هذا العنف. بس إذا بدنا نقول على من يقع، خلينا نحمل جميع الأطراف المسؤولية، نعم بنحمل جميع الأطراف المسؤولية، ولكن لا نلوم ما يسمى بالضحية أو الشخص اللي تعرض للعنف. أنا ما بحب أستخدم كلمة ضحية، أنا بحب أستخدم كلمة ناجين. بس الشخص اللي بتعرض للنساء، هو اللي تعرض للعنف إذا كان هو مخطئ هو الذي بدأ بالعنف، يحاسب الاثنين. لا يعني هي يحاسب الاثنين. طب أسألك سؤال، سؤال كثير بسيط، ماشي؟ كثير اليوم من السيدات بيطلعوا بيقدموا محتوى، في هناك محتوى هادف وفي محتوى على الله تعود ضحكتنا والأفراح، مزبوط؟ طيب روحي لي على التعليقات اللي بتقدم فيه هذه السيدة مثلا هذا المحتوى الهادف، وشوفي هل تتعرض هذه السيدة إلى، بجوز بتتعرض لعنف أو لتحرش إلكتروني خلينا نقول غزل، لكنها لا تتعرض بالقدر العنف أو الإيذاء الكبير لصاحبة غير المحتوى، صح؟ لا انت بتطلعي بتحكي منطق، بس هذا بس انا خليني احكي لك شغله. هذا ليس سببا حتى تكون عرضه للعنف. يعني سواء بغض النظر عن المحتوى، اذا لم يكن المحتوى مخالفا للقانون او يشكل جريمه، تمام، فالمجال الاوسع اللي احنا بنتعامل فيه الان الفضاء الالكتروني ليس سببا لا ان تكون لا عرضه الى السخريه ولا عرضه الى طلب كويس رقم هاتفها ولا عرضه الى التحرش فيها، ماشي، لانه عندها نسبه متابعين اعلى او لانها تقدم محتوى مختلف ولا تعتمد في محتوى، يعني ولا تعتمد على ان يكون محتواها خاصا. طبعا انا اتحدث اليوم تحدثنا شوي عن اللي عنده محتوى، لكن بالمقابل المعد مأمون يهمس في أذنه ويقول يعني مش شرط فقط صانعات المحتوى، طبعاً هناك كثير بنات يعني بيضحكوا الشباب عليهم، بيبعثوا لهم على أساس حب وخطبة وزواج، وبتبعث له صورها وبيتم استخدامها استخدام غير صحيح. هذا شكل، وهذا شكل كبير جدا. بس خلينا أقول لك الشكل الآخر هو العنف الذي يقوم به السيدات أيضا. ماشي، رح أجي على هذه النقطة وبدي أطرح فكرة ثانية اليوم اللي هي لكن بعد الفاصل. أنت قلتي لي جرائم، صح؟ صحيح. ماشي، أنا بدي إياك تقولي لي كيف من الممكن أن أصل إن هذه جريمة إلكترونية أو لا، تمام، هاي نقطة. ونقطة ثانية، مين اللي بيحدد المحتوى هادف ولا لا؟ تمام، بعد الفاصل استمعوا للإجابة. أهلا بكم من جديد، وجد ترحاب بضيفتي، وأعود لأطرح ذات السؤال: كيف يستدل القاضي بأن ما قام به هو عنف مجرم؟ تمام، أنا عملت شيء أنت بتقولي لي هذا مجرم، بس المجرم بده يكون مجتمعيا ولا قانونيا؟ لا قانونيا، قانونيا طبعا. يعني كويس، أنا مع الاحترام الشديد، أول إشي في القانون المسؤولية هي مسؤولية الشخص
وليس مسؤولية من دفعه. يعني نحن في القانون لا نعترف بالدافع. ما بصير تقولي والله أنا عملت هيك لأنه فلان طلع عامل هيك، ما بزبط. هذا رقم واحد، كل شخص مسؤول عن أفعاله ويحاسب عنها. بس هي ثغرة، بس هي ثغرة، سامحيني ثغرة. لا مش ثغرة، لأنه أنا في عندي، لأنه أنا عندي، لأنه أنا عندي إذا كان هناك أي أسباب بقول هذه أسباب مخففة أو أسباب مخففة تقديرية، ولكن يجب أن يكون السبب الذي دفعك إلى الفعل، مش والله إنه أنت قاعد عم تتفرج وهي شو هذا اللي عم بيصير، هذا الحكي ما بيصير، تك 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 تك، قررت إني مثلا أشتم الشخص اللي ماشي، اللي طالع على الموقع. الآن كيف أعرف أو كيف أصنف إنها جريمة إلكترونية؟ خلينا نبدأ بالأقل شيوعا، اللي الناس في الغالب عم تتعامل فيه وما بتعرفه، وبعدين أنزل للأكثر شيوعا. استخدام الأطفال بعد قانون الطفل، استخدام الأطفال، أجيب طفل وأسير أقول له آه يابا آه يما كذا آه احكي سوي اعمل، حتى أجيب متابعات، أنا عم بعمل الطفل المحمي بموجب القانون منتج لغايات الربح، يجرم فيها تجريم على قانون الطفل بعد الجديد. بتشوفي قديش في مثل هاي 100%، هاي واحد كويس 100%. استخدام الطفل ممتاز، استخدام الطفل هذا واحد، هذا يجرم طبعا. اثنين عم بتصير عندنا هلا شائعة انه اثنين انفلونسرز او واحد من بيختلفوا مع بعض، فبطلع بحكي عنه او بتطلع بتحكي عنها او بطلع بيحكوا عن بعض. أوكي. تمام، وبيبدوا يحكوا اسرار وبيبدوا يحكوا صفات وبيبدوا يحكوا نعوت، هذا مجرم. مجرم طبعا. انا وياك فرض المشاهير على السوشيال ميديا ماشي واختلفنا وطلعت انا صرت احكي سبب خلافي معك وانت طبعاً طلعتي رديتي، بس ما تم الاساءة مجرم طبعا. هذا طبعا، لانه في شكل من اشكال التشهير. كويس. يعني هو التجريم التشهير، مش التشهير ممكن يكون اني اعطيك صفه، مش شرط تمام انه مش شرط انه كويس. انا اذكر عباره جميل. هذا مجرم. كويس. هلا ثلاثه، الخروج بملابس فاضحه تمام. هو لا، ما خلينا، ما هو الخروج بملابس، معلش اقول لك شغله، الخروج بملابس فاضحه سواء للشاب او تظهر العوره فقط طبعا. ايش تعريف العوره؟ ايوه، هو ما يحرص الانسان على حمايته ويتم الاستطال اليه من قبل الاخرين عنوه. كويس تمام ماشي، هذا ايضا مجرم تمام. الان اني اعمل دعايه مسليدنج، يعني اجي اقول هذا المنتج بيؤدي لتخفيف الوزن خلال شهر قيمته كذا، انا بجيبه، هذا مجرم، مش بس في قانون العقوبات، قانون الصحه العامه، قانون الصحه العامه ومؤسسه الغذاء والدواء، صحيح. اجراء صحيح. الدعايات هذا معروف تمام. اصلا هو ممنوع اعلان الدعايه عندنا بالاردن 100%. تمام. اربعه، اني اطلع انطحل صفه طبيب اعلامي محامي وابدي وافتح تشات او وصير افتي وابدا اعطي نصائح، مجرم طبعا. كويس. مجرم عقوبات وجرائم إلكترونية بالمناسبة، يعني مجرم اثنين. كويس. أنا بقول انتحال صفة واستخدام الوسيلة الإلكترونية. كويس. كل هذا الآن مجرم. هلأ طبيعة مخ الإنسان سيد عامر ممكن تخترع كل يوم جريمة، يعني أعرض سيارة وأقول هاي السيارة أربعة جيد جاي من كذا ماشي 100,000، أطلع لعبة بالعداد أخذ حقها 16,000، يندفع لي حقها، بس يندفع لي حقها يطلع حقها الفعلي 5,000، هذا احتيال تمام. مثلا أجي أدعي إني مريض، شكلك بدوري على سيارة أنت يعني. لا جاري واحد تمام. أجي أدعي إني مريض وأبدأ ألم تبرعات وودوا للحساب الفلاني. طب حتى لو كان مريضا حقيقة؟ لا، المريض الحقيقي مختلف. طيب كويس تمام. أنا بس هون بحكي عن احتيال، أنا بتوقف عند هذه النقطة ماشي. اليوم المحتال يفهم بالقانون أكثر من بعض المحامين، صحيح؟ لا مش صحيح، بنحكي فيها ماشي. هو يقوم، أنا قلت من بعض بعض يقوم الرجل على هذا المحتال على إني أنا بدي أروح أعمل الاحتيال المحدد وفق روح القانون ماشي؟ طيب سؤال، اليوم هناك تمكن كامل من عمل السوشيال ميديا،
بمعنى انا ما بروح البس شيء مش كويس، لكن ببين بطريقه غير مباشره انه اصبح هذا الموضوع اليوم بصير عنف وايذاء. هذه النقطه انا اللي بدي احكي عنه، بدي احكي عنه اللي بيسموه الرسائل الوارده بالعربي، الانبوكس. هذا ماذا يحمل عند الفتيات؟ عندك دراسه بتتحدث عن هذا الموضوع دكتوره؟ حاليا انا وليش احنا ما بنروح بنشتكي؟ احنا انا هلا حاليا ما عندي دراسه، لكن في الحقيقه انه واحده من الاشياء اللي كثير ممكن تسبب مشكلات في التواصل هي كل هاي التفاصيل تبعت الانبوكس اللي انت بتتحدث عنها وما يدور فيها. احنا بنحكي قاعدين عن وعي او عدم وعي، بنحكي عن تحمل المسؤولية مقابل عدم تحمل المسؤولية، بنحكي عن مجموعة كبيرة من الأمور. طيب نفسياً إحنا شو اللي بيخلينا سواء نعرض هذا المحتوى أو نعلق على هذا المحتوى؟ ليش أنا شو اللي بدور بنفسي اليوم حتى إنه أروح أعمل إيذاء إلكتروني أو عنف إلكتروني أو حتى تحرش إلكتروني؟ يب شو الأسباب النفسية؟ جوع للسلطة والقوة، لأنه أنت جوع سلطة وقوة؟ نعم، لأنه أنت عم بتمارس شيء تشعر فيه بأنك أنت متحكم أو أن الأمور تحت سيطرتك. هي من أهم الأسباب. بتعرف أنه الملل واحدة من أهم الأسباب، الفراغ واحدة من أهم الأسباب، الرغبة في الانتقام واحدة من أهم الأسباب، بمعنى أنه هناك الكثير من الأسباب اللي ممكن تجعل الشخص يلجأ لذلك. 100% نقص العقوبات أو اعتقاد هذا الشخص أنه مش العقوبات تشريع التنفيذ، أو شعور هذا الشخص أنه سيفلت من العقوبة، لكن أو أن الفتاة ممكن أنها ما تروح تشتكي لأنها بتخاف على اسمها وسمعتها. 100% أو فهمه لمنظومة الاجتماعية الموجودة إحنا فيها، لكن أغلب هدول الأشخاص مفهومهم لذاتهم متدني جدا، لدرجة أنهم يشعرون أنهم لا يستطيعون الحصول على ما يحصلون عليه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الأونلاين. أنا هالقد غير جيد وهالقد لا أستطيع وهالقد غير قادر وهالقد غير كفؤ، لذلك لا أظهر ولكن من ورائي ستار ببدأ بنطلق بكل طاقاتي. كويس. اليوم بتروح بتشوفي شخصيات بالفضاء الإلكتروني تنعجبي بهذه الشخصية بمقدار الفكر والفهم والكلام وما إلى ذلك على السوشيال ميديا، لكنه في الحقيقة يختلف تماما عن ذلك. ليش إلنا شخصيتين، شخصية حقيقية وشخصية على السوشيال ميديا؟ شو السبب بالانقسام هذه الشخصية؟ احنا مش بس إلنا شخصيتين، شخصية حقيقية وشخصية على السوشيال ميديا. في الإطارات الاجتماعية بشكل عام احنا نظهر ما نعتقد أن الآخرين يريدون أن يرونه، يعني وهذه مش بتكون بس على السوشيال ميديا. إذا ساروا في الطريق طوقتهم الأبصار؟ يعني شيء كذلك، يعني أنت بتشوف هدول الأشخاص حتى في اللقاءات أو حتى في الاجتماعات أو حتى في المناسبات بيظهروا بطرق معينة. هلأ هذا إحنا بنحكي عن مجموعة من الأسباب طبعاً، منها أشخاص بتمتعوا بنوع من أنواع الذكاء الاجتماعي اللي ممكن يظهروا أشياء معينة وعندهم فهم ممتاز للدلالات والإشارات وكيف ممكن تأثر في الآخر. لكن ليش إحنا بنظهر وجهين؟ عندنا مشكلة الأصالة أو أن نكون من نحن، أن أكون أنا واحدة من صفات الشخص اللي يعني متواصل مع ذاته، فاهمه لذاته جيد، وثقته بنفسه جيدة، يؤمن بأن ما يظهره هو جيد كافي، وأنه شخص زي بقية هاي الأشخاص عنده عيوب وعنده حسنات. اللي بيظهر وجهين ما هو تستطيع أن تخدع بعض الناس كل الوقت وكل الناس بعض الوقت، ولكن ليس كل الناس كل الوقت. هذا الشخص غالبا عنده مشكله في مفهومه لذاته، وعنده شعور انه ضحيه وهو بحاجه، بمعنى انه يلوم الاخر، بلوم الاخر دائما الحق على الاخرين، فهو بحاجه انه يضع قناع. اصلا كلمه بيرسونا اللي هي مع الشخصيه هي معناها القناع، يضع قناع، يضع بيرسونا ليخفي ما يعتقد انه لا يجب ان يظهر، فعشان هيك بيظهر بشكل اخر، لانه لا يعتقد انه جيد كفايه، ولا يعتقد انه يمتلك مهارات جيده، ولا يعتقد انه اذا اظهر ما هو عليه فعلا ان الاخر سيقبله. بس هذا يسهل في عمليه العنف الالكتروني. طبعا احنا عندنا مشكله محليه. يسهل في عمليه الاصطياد. طبعا. انا قلت عنف الالكتروني. اللي هي واحد من انواعه يعني. بغنيله عشان اخذ اللي بدي اياه. ما هو كمان بالمقابل مره بسال شاب من الشباب واقعي
يعني يا شباب انتوا كيف تمشوا على السوشيال ميديا كذا دنيا وعالم؟ واحد انه بيقول لي الفلاتر خداعات، فلاتر خداعات، بيقول لي بعضهم بيستخدموا فلاتر سواء شاب ولا بنت ترى على فكره صاروا كثير يستخدموها طبعا. وبحطوا هذه الصوره، فانت لما تشوفه بتنعجب، تعرف تفوته مرحبا كيفك او كيفك شو اخبارك، وبيبدا الحديث. في منهم بيصطادوا مثل ما تفضلتي طبعا. وفي منهم ما بيكونوا غير قادرين. طيب طبعا. ماشي. طيب اليوم احنا عندنا قانون جرائم الكترونيه، اكثر من مره تم الحكي عن اغتيال الشخصيه، اليوم في عندنا عمليات طلاق بتعرفي من وراء السوشيال ميديا، وعندنا مواقع بتخوف بالاردن بالسوشيال ميديا، يعني والله ما بتنحك على الاعلام، لكن بالمقابل احنا بدنا تشريع رادع. طيب. انا ما بدي اقول له هاي مش حريتك، هاي حريتك، بس يا اخوي لما تطلع تحكي شيء احترمني واحترم حريتي وشو ما بدك احكي. طيب صح؟ خليني احكي لك شغله سيد عامر. هلا مبدئيا دائما المقدمة لأي عملية ابتزاز أو تحرش أو احتيال تكون على السوشيال ميديا تحديدا، على المواقع الإلكترونية وفي الواقع تكون مرساة ناعمة. شاعر بعيونك حزن. يعني أقول لك أنا في واحدة من الحالات راجعتني في المكتب. كويس. مرسلة أعطينا مشاهدات. مرسلة لشخص 16,000 دينار حوالات. ليش بعثي؟ حوالات. 16,000 دينار. الصبية عليك. في مقتبل العمر والرجل مسن، فبقول لها بس أنا بدي أفهم عمرك شفتي؟ قالت لي لا. قلت لها ليش أرسلت الحوالات؟ قالت لي بيشبه بابا الله يرحمه، وقال لي إنه مريض. في عندي حالة تانية يعني بس سؤال معلش. هي 16,000 اعطته إياها هي منها دين ما دين بدنا نحكي نيم بدنا نرجعها دين 16,000 دينار، ورفعنا قضية في بالأردن. 16,000 دينار في الأردن، والمسن بالأردن، والمسن في الأردن، كل واحد فيهم بمحافظة بالمناسبة، ورفعنا قضية لأنه عندنا الإثبات من خلال حوالات الصرافة، ولما رفعنا الإثبات وجدنا إنه هذا الشخص عليه مجموعة كبيرة من القضايا. بقولها ليش بعتتي؟ قالت لي بيشبه بابا الله يرحمه، بمعنى إنه لما فتحنا الإنبوكس ما في الإنبوكس ولا كلمة. طب كيف كانت النقطة الأولى؟ كيف حاول، كيف أقنعها إنها تحول له هذا المبلغ؟ هي بتنشر بابليك على صفحتها على الفيسبوك، طبعا هذا الحكي زمان لأنه هلا الفيسبوك صار للأربعينات والخمسينات، التيك توك والإنستغرام هذا اللي صار للشباب في صناعة المحتوى. شافها بتنشر عن إحساسها بفقد والدها، أصطاد شاف الصورة، شافت صورته، شعرت إنه بيشبه أبوها، بلش يقولها يا بنتي وأنا كمان فقدت أسرتي وكذا، بلشوا يحكوا مع بعض فيما يتعلق بحالة الفقد اثنين يتبادلوها. لحد ما وصل لمرحلة قالها والله مكسور علي أجار الدار، بس أنا ما بقبل أخذ إلا دين كذا، ابعتي ابعتي ابعتي. وصلت قيمة المبالغ المرسلة 16,000 دينار. هاي حالة. عندي حالة تانية. هذا احتيال. هذا دين، هذا ما فيهوش احتيال. والله دين. طلب منها مبلغ. وهي بعثت له. لم يستخدم وسائل احتيالية. بده يرجع لها ياهن؟ هلا ما احنا منفذين، عم نستنى التنفيذ. تمام؟ طيب، عندي حالة تانية. كويس. شاب يشعر نفسه غير وسيم. ايوه. تمام؟ كان فاتح صفحة مش على الفيسبوك هالمرة، كان فاتح صفحة على الانستغرام. كويس. وبيحاول يلعب بودي بيلدينج والى اخره. فات عليه شاب اخر بفيك اكاونت مزور على انه فتاه، واحد من اصحابه، وطلب منه ارسال صور، وارسل صور، صور لجسمه يعني لجسمه. وارسل صور، واحده من الصور يقوم بنفسه بعمل عمليه حميميه، وبعد ارسال الصور بدا الابتزاز. هذا الشخص هاي مليئة. لما راجعني على المكتب كان أمامه خيارين بعد ما خلص فلسنا، كان أمامه خيارين. الخيار الأول إما إنه ينتحر أو إنه يطخه. فلجأنا مباشرة لوحدة الجرائم الإلكترونية وجبنا المادة وفرغناها. على ذلك قيس. كويس، هاي نقطة كثير مهمة. وبدي من الدكتورة كمان توضح لي إياها، وهذا جانب كبير بيعملوا هاي الشغلات على الفيسبوك ومن برا الأردن،
وإما بتبعث الفلوس أو بتضعك عند كل أصحابك. هذا دور يحتاج إلى توعية، واللي بيوقعوا في أغلب الأوقات نساء وفي شباب. وفي شباب، شباب ونساء. بعد الفاصل أستمع إلى دور التوعية في الجامعات على أقل تقدير. تفضلوا بالبقاء. أهلا بكم من جديد، وأجد ترحاب بضيفتي، وأعود لأطرح السؤال. إحنا عارفين أنه هنا يعني أنه في هاكر، وعارفين أنه بنضحك علينا، وعارفين أنه ممكن أنه هاي اللي بتراسل معاي مش بنته، هي البنت ممكن عارفة أنه هذا شو غايته، بس رغم ذلك بنغمض عين واحدة، بنقول ما رح يحصلنا. صح، مش إلحنا. أنا واعية، أنا عارفة. صحيح، في مجموعة كبيرة من الأسباب اللي بتخلي الأشخاص ممكن انهم يقعوا تحيلة او يقعوا تحت هذا التهديد والتأثير. جزء منه العلاقة بالمرحلة العمرية اللي بمروا فيها الفتيات والذكور بشكل عام. في مرحلة المراهقة بيكونوا هرموناتهم بتأثر على تفكيرهم، بكون عندهم شعور بانهم عم بخرجوا من مرحلة الطفولة، بحاجة انهم يدخلوا لمرحلة الرشد، وبالتالي أفكارهم وطريقة تفكيرهم لساتها أقرب للطفولة، لكن جسمهم بتحدث عن مرحلة رشد. بيكون عندهم خوف، وعندهم عدم ثقة بالنفس، وعندهم شعور بأنهم بحاجة أنهم يكونوا مقبولين من قبل الآخر والجماعات، لأنه واحدة من الأشياء اللي بعرفوا فيها نفسهم هو كيف أنا أكون بين الآخرين وبين الجماعات، وهم الجماعات عاد بتكون هي الجهة المرجعية لهم. بالتالي فكتير في أسباب. هلأ شو نعمل هو المهم، مش بنستمر بالأسباب. شو نعمل؟ كويس. شو نعمل؟ كويس. توعية، توعية وتوعية. نحاول نعمل تمكين. هلأ التوعية بدها تكون على نطاقات متعددة. كثير من الأهل حتى الآن أبنائهم بيدخلوا في مواقع كثيرة، وبيدخلوا على صفحات كثيرة، وبضعوا نفسهم في أكثر من حساب من غير الرقابة، اللي أعتقد إنها بدنا نرجع نتحدث فيها ونقول معلش يا أهل، خلينا نرجع للألف باء، وخلينا يكون عندنا نوع من أنواع الرقابة بشكل أو بآخر، لأنه هذه الرقابة مش موجودة عن نطاقات أخرى. نش. حتى في المدارس وفي الجامعات، يعني حتى الأشخاص اللي يكونوا شوي أكبر سناً، يعني إحنا بنحكي بأول العشرينات، أيضاً يقعوا لكثير من هاي المشكلات. مرة بتكون بدافع أنه حب وغرام، مرة بتكون بدافع أصدقاء أو صديقات من نفس الجنس، ولكن أصبح يمسكوا على بعض مماسك بهدف الانتقام أحياناً، أو بهدف التحقير أو تقليل من شأن الآخر. فإحنا بدنا هذا الوعي اللي يكون موجود في المدارس، في الجامعات، في الأسر، عند الأمهات وعند الآباء، وهذا وحده بده كتير يساعد. اثنين، بدنا ننتبه لكل المشكلات اللي بدهم يعانوا منها الأشخاص في المراحل المختلفة. أحياناً الأشخاص بيكونوا بيعانوا أصلاً من نوع من أنواع القلق أو الاكتئاب أو التعرض لصدمة زي السيدة اللي تحدثت عنها. هاي ممكن تكون يعني تمر بمرحلة بنسميها الجريفينج. هاب الأستاذ. هي بتمر بمرحلة الثكل، وهذه بحاجة لدعم ومساعدة، وهذا اللي بدي أحط تحته سطرين ثلاثة. الدعم النفسي والعلاج النفسي والمؤازرة النفسية على جميع المستويات، لما تشعر أنه ابنك أو بنتك أو أنت كشخص بالغ عاقل راشد بتمر بظروف صعبة لأي سبب من الأسباب، عندك قلق، عندك اكتئاب، بده ينفس على الفيسبوك، بنفس بدل ما ينفس على الفيسبوك عند أشخاص غير مختصين، بدنا ننشر الوعي النفسي وأنه اذهب لشخص مختص، هذا المختص هو اللي هيقدم لك المساعدة التي تستحق أن تأخذها. عملت حلقة عن الأمور النفسية والأمراض النفسية، قال لي المختص إنه بين كل أربعة في الأردن هناك واحد يعاني من اضطراب نفسي، مش مرض، اضطراب. بس إحنا ما عندنا ثقافة المرض النفسي، يعني أي واحد تقول له يا عمي روح أراجع دكتور نفسي بقولك زمالك أنت مجنون. يعني ماشي، كوني أخصائي نفسي في ثقافة عنا مثل هاي الثقافة. بدي أقول لك إن شاء الله تكون راحة، تحسنت. يعني أنا إلي ما يقارب 30 عام بشتغل هذا الشغل، فبقول لك كيف تغيرت النظرة بشكل تدريجي. ممتاز. وأنا أخصائية نفسية بشتغل في العلاج النفسي وبشتغل في الدعم النفسي. كويس. فبالتالي بقول لك إنه الحاجة هي التي دفعت الأشخاص لطلب المساعدة. ممتاز. طيب. فهذا إشي كويس. هلا ننتقل على الناحية الثانية، إنه هدول الأشخاص اللي قد يتعرضوا للتعنيف أو للإساءة أو للإيذاء أو للتحرش، هدول برضو نتيجة ذلك بعضهم فعلا قد يفكر في الانتحار
يصبح اكثر اكتئابا، قلقا، بصير عنده مشكلات عضويه، ممكن يلجا للمخدرات، ممكن يصبح اكثر عنفا. فاحنا عندنا دائره من الخطر، بدنا يعني الدوائر الشرسه بدها نقصها كويس بطريقه او باخرى. كويس. يا لين، اليوم في عالم اسمه عالم الشهره بالفضاء الالكتروني، مظبوط؟ والفضاء الالكتروني هو اصبح من يتحكم بنا ولسنا نحن من نتحكم فيه. وبالتالي احنا في عنا شباب اليوم مثل ما تفضلت الدكتوره انه هو ما زال بتفكير الطفل لكنه جسمه تغير، فهو الان قاعد ببحث على انه يصبح مصدر دخله قادر يجيبه. صحيح. وهذه الشهره ويحب ذاته، يقول الشاعر: رح يا انا يا فاسد التركيب يا مفرقا بيني وبين حبيبي، مزبوط؟ فبالتالي هو على استعداد ان يقوم باي عمل في سبيل انه تجي لايكات او مشاهدات يستطيع من وراها ان تكون مصدر رزق له. طيب هي كيف بدي اعالجها؟ هلا هذه كيف بدي اعالجها في التشريع؟ طيب التشريع خلينا نحكي شوي عن وغير التشريع. اوكي. طيب خليني بقول لك خليني احكي لك شغله. احنا خلينا نكون متفقين انه هذه زي ما حضرتك تفضلت، هذا بجيب له مكسب وبالتالي هو يحول شخصيته الى منتج 100%. وهي كثيره طبعا. شكرا. طبعا يعني هي معروفه انه احنا لما بتفوت السوشيال ميديا انت المنتج، لانه انت السوشيال ميديا عندك مجانيه. صحيح. انت في عندك منصه بتقول لك خذ 130 مليون، ولكن مقابل ذلك انا بعطيك دعايات، انا بتصل فيك، انا بحول لك لحسابك. طيب ماشي. الضريبه اخذت منهم ترى. طبعا طبعا. هناك مش بس احنا الضريبة. على فكره في مجموعه كبيره من التشريعات الان صارت تنتبه لهي القصه. اعطيني هاي خليني الفكرة. عجاله عامر معلش خليني بس اعرج على القانون واعرج على الرقم اللي حضرتك حكيته في الاول، لانه لازم ننبه لمساله كثير مهمه. ماشي. حضرتك ذكرت انه المجلس القضائي قال لك حوالي 16000 خلال 4 سنوات. صحيح. عارف ليش 4 سنوات؟ لان الجرائم الالكترونيه قبل 4 سنوات شملت بالعفو. واو. كويس. تمام. يعني الان اذا كان في حديث عن عفو تعتقدي ان تروح 16000. انا بالنسبه لي مبدا العفو العام يعني كمان تطور فقهيا كثير، بس انا كان بهمني اعرج على انه 16000 احنا بنحكي قبل 4 سنين كان في عفو 2019. الان خلينا نيجي نحكي ايش بيصير على ارض، شو عملنا احنا في 2022 نتيجه الظواهر اللي كانت عندنا. حتى اجاوبك، احنا في 2022 انا ما عاقبت لين صاحبه الحساب التي اخذت الصوره من زيد ومن ثم ابتزته فيه. انا اجيت قلت لين ما رح تستخدم الصوره، رح تعطي الصوره للينا. ماشي. وتقول للينا انت ابتزي زيد. هذا اللي بحصل. صح. هلا اذا انا اعطيت الصوره للينا ولينا بلشت تبتز زيد، ارتفعت العقوبه عندي من سنه الى سنتين. ماشي. إذا ابتزته ماليا. ماشي. إذا طلبت منه ارتكاب جريمة وتسببت باستئصال عضو بانتحار بقتل، أنا صفيت عم بحكي عن جناية. هذا في 2022 انتبهنا له فعملنا له نص. كويس. تمام. ماشي. هذا واحد. تمام. هلأ اجينا على الإشي العادي. سوء شخص طلب من شخص آخر أن يظهر عورته على الإنبوكس تشات روم. تمام. اذا وصلنا لايف، اذا كان التصوير لايف، احنا تعاملنا معه كانه ما في موقع الكتروني. صحيح. كانه الحكي على ارض الواقع قلنا هتك عرض، فعم نحكي بعقوبه تبدا بالاربع سنوات حتى لو بالانبوكس، حتى لو بين اثنين. طيب انت محاميه، ماذا تنصحي من يتعرض لذلك؟ انا بنصح مسالتين. اول مساله، المشتكي لازم يعرف انه لا الاجراءات القضائيه هي اجراءات صعبه ومعقده، ولا الاجراءات القضائيه هي اجراءات مفتوحه للعلن. واللي بيبتزه قاعد واللي يبتزها المبتز. نعم. المبتز هناك اجراءات تتخذ بحقه. اول شيء بشيلوا منه السلاح، باخذوا الداتا. اول شيء اذا كان موزع العافيه برضه بضلهم قاعدين معاه لياخذوا كل التراك تبع وين راحت الداتا لا ياخذوها. كويس. وخليني احكي لك شغله بعجاله وهاي الفكره بتضل بتكليف من سعاده المدعي العام عند وحده الجرائم الالكترونيه ليجيهم تقرير كلين. كويس. تمام. سؤال وهو السؤال الاخير، الى اي حد الحكومه تضع هذا الموضوع ضمن اولوياتها بتعتقدي؟
يعني هذا سؤال مهم، بس أعتقد أنها تضعها بين أولوياتها الكبيرة، بس المهم كيف بتطبقها. بتطبقها؟ يعني أنا بشوف أنه في تطبيق للجرائم الإلكترونية لكل من يتخطى أمور معينة، بس هل هناك تطبيق لكل الجرائم الإلكترونية؟ مع إغلاق تطبيق التيك توك؟ أنا أعتقد أنها خطوة ممتازة، بس بدنا ننتبه أنه الأشخاص بشكل أو بآخر، إحنا كأشخاص، طبيعتنا، الإنسان، كلياتنا المعزز الأولي لنا هو الانتباه. إحنا محتاجين أن يتم رؤيتنا، أنه يتم التعرف علينا كأشخاص متفردين. فأي شيء بجلبن هذا الانتباه رح نعمله. طب بدي أسألك سؤال. الكبار بالعمر. كبار بالعمر وصار معاه تلفون وعنده فيسبوك وكذا، بتلاقي العجائب عنده. لأنه إحنا بحاجة أن يتم التعرف علينا، إحنا بحاجة. هو ما بعرف يتعامل مع الهاتف بالأصل. هو ليس تقصير. هو ما بعرف يتعامل. إجا هاتف وتتعامل فيه. تسمح لي أحكي لك شغلة بس بعد إذنك. 30 ثانية أنت عشان أوكي. عامر، إحنا عندنا مشكلة في تعزيز الذات. نحن عندنا مشكلة كبيرة في تقدير الذات. البنت ما بتشوف حالها حلوة إذا حد قال لها. الشاب ما بيشوف حاله قوي إلا إذا قام بفعل يثبت قوته. عندنا إشكال حقيقي في التعبير عن ذواتنا. لهيك بطلع تعبير ذوات على ذواتنا في المحتويات تعبير في الغالب مشوه. أنا بعتذر يعني أني بدخل على اختصاصات غيري، ولكن بحكم تجربتي هذا اللي بيصير. شكرا جزيلا لضيفتي. أبدأ بالمحامي الأستاذ للخياط، شكرا لك لحضورك. شكرا. الشكر موصول للدكتورة لينا عاشور، رئيس قسم الإرشاد النفسي في جامعة فيلادلفيا. شكرا لك ولحضورك أيضا. دمتم بخير، ألتقيكم غدا، فإلى حين كل التحية.